السلام عليكم. اليوم الانفينكس زيرو اكس طبعا هذا من ZTE ZSC هذا الوكالة الرسمية لهذا الجهاز او الموزع الرسمي. لو فتحنا الصندوق ايش راح نلقي بالصندوق؟ هذا اول ما نفتح الصندوق تلاحظ وياي هاي المواصفات اللي تحتاجها. عندك اكثر عندك شاشة 6.7 120 هرتز يعني مطيك 64 نعم الشحن السريع هنا مطيك هواي اشياء انت تحتاجها مطيك اياها. خلي على صفحة شوف باقي المحتويات. عندك هذا خلي عندي كفر لاصق شفاف نعم عندك كفر لاصق الشفاف الموجود بالجهاز. هاي السماعة بالنسبة لشركة انفينكس لحظة. كذلك عندك الوصلة الشحن هذا اليو اس بي من يو اس بي اي الى يو اس بي تايب سي. عندك الشحن هذا جاك الشحن 45 واط طبعا هو يكتب لك انها ماكسيموم اذا تريد مثلا تعرف ايش قد تشحنه. هاي اكثر المحتويات العلبة رجعها للصندوق ونراويكم. ملك الاناقه والفخامه. شوف الشركات الصينيه جاي تعتني بالمصنعيه جاي تعتني بالالوان الاشياء اللي تريد تخلي لك اياها بالجهاز. هاي الاشياء حلوه راح تضيف لك معالم الفخامه للجهاز. خلينا نفتح لكم البصمه طبعا بهذا نسخه برو بس هذا اللي عندي النسخه العاديه. شوف تجربه الكاميرات الموجوده هنا عندك 60x لان هذا الجهاز بيزوم هو 6x الحقيقي وال60x راح يكون بصري. فهذا هو جهاز الانفينكس 0x. طبعا هذا اذا تسالني شنو مواصفاته هذا الجهاز يجي معالج من ميديا تك هو G95 رام 8 جيجا 256. طبعا هذه هي الواجهه الموجوده على الانفينكس وكل احنا نعرف انه قلت لكم اكثر من مره تقدر تغير الواجهة انفينكس من خلال الشاشه تقدر تغير تسويها مثل ما هواوي او سامسونج. فاذا انت تحب هاي الاشياء تقدر تغيرها من خلال الضغط وهذا الشيء جدا بسيط. يعني هنا عندك هذه عندك اتجاه التغيير نخليه افقي انتهى الموضوع خلاص. هسه انت تقدر عندك شلون سامسونج كانما واجهه سامسونج اذا تحب سامسونج او نفس واجهه هواوي او واجهه الشركات الواقعيه. فبالنتيجه الواجهه ما راح تكون عندك عاب يعني الشاشه هنا جدا جميله. هنا الخرم الموجود او الشام الموجوده او الثقب الموجود الكاميرا الاماميه نعم اكو حواف بالنسبه للشاشه لكن بالنتيجه هو جهاز يعتبر جهاز متوسط. شلون ما تكون مواصفاته هذا الجهاز يعتبر جهاز متوسط. المصنعية حلوة سعرها حلو. بالنتيجة هذه فتح صندوق ان شاء الله راويكم او انزلكم مراجعة كاملة قولوا لي شنو تردون تحتاجون تعرفون على هذا الجهاز على مود اذكر لكم لان هذا مصنعيته كلش حلوة حقيقة. يعني انا احيي الشركات الصينية بدت بمصنعية تهتم وهذا روح الجهاز نعم نفس ما يكون المعالج المفروض افضل. وهذا هو الجهاز الانفينكس 0X تحياتكم وفي امان الله.